يا مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سيدتي، البرنامج اللي يهم كل امرأة وأسرة عربية. مشاهدينا طبعا طالما سيدتي فأكيد فقرات متنوعة، وبالنسبة لنا من الرياض مشاهدينا بنتكلم بداية عن استعدادات العمل التطوعي لشهر رمضان المبارك، وباقي الفقرات مشاهدينا نتعرف عليها مع زميلتي مشاعل. مساء الخير يا مشاعل. يسعد لي مساك يا رنيم ومسا جميع مشاهدينا. اليوم نتعرف في فقرة الرياض على مصممة أزياء سعودية تستخدم مصلات الشعر المستعار وذيل الحصان في أعمالها، بالإضافة لاستضافتنا المنشد خليل المويل. واسمحوا لي الحين أمسي على زميلتي غادة في جدة وأنتقلها لتعرفنا على فقراتها. مساء الخير يا غادة. شكرا عزيزتي، وتحية لكل من يتابعنا الآن عبر شاشة قناة روتانا خليجية وتحديدا برنامج سيدتي. فقرتنا من جدة اليوم شيقة ورائعة، نتحدث في فقرتنا الأولى عن تفاعل المجتمع مع اللغة الإنجليزية في الإعلام السعودي، بينما في فقرتنا التالية نتحدث عن زيارة خاصة لكاميرا سيدتي لجمعية الأيدي الحرفية في جدة، ولكن دعونا قبل ذلك نعود إلى الرياض لنبدأ من هناك. شكرا يا غادة. قبل ما نبدأ مشاهدينا نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وطبعا ما تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام وعلى صفحتنا على الفيسبوك. أما الآن فجولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم، وبعدها بتصطحبكم زميلتي رنيم في جولة على أبرز أخبار الصحف. في سيدة اليوم، العمل التطوعي يبدأ استعداداته لشهر رمضان المبارك في العاصمة الرياض. مصممة أزياء وفنانة تشكيلية سعودية تستخدم توصيلات الشعر وذيل الفرس في أعمالها. أستاذ الموسيقى خليل المويل في ضيافة سيدتي. اللغة الإنجليزية في الإعلام السعودي حضور يستحق الإشادة. إقبال متزايد على المهن الحرفية، والجمعيات تستقطب شخصيات المجتمع ورجال الأعمال. إذا مشاهدينا خلنا نبتدي طبعا بجولتنا الإخبارية، والبداية طبعا مع الصحافة السعودية. إلى خبرنا الأول مشاهدينا من صحيفة الشرق بعنوان البلديات توجه بهيئة المراكز الانتخابية لمشاركة المرأة وتوقعات بنيلها 100 مقعد. نتعرف على تفاصيل الخبر. وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق بسرعة تهيئة المراكز الانتخابية وتوفير فرق عمل تتضمن مشاركة المرأة لأول مرة في الانتخابات المقبلة مرشحة وناخبة، فيما يتوقع أن تتصدر قائمة المرشحات أكاديميات وقياديات متقاعدات وناشطات وطبيبات وسيدات أعمال، على أن يكون تنصيب المرأة ما يقارب 100 مقعد في الانتخابات المقبلة موزعة على حسب كل منطقة إدارية في المملكة. إلى خبرنا الثاني مشاهدينا من صحيفة الاقتصادية بعنوان التعليم تحذر من جمع التبرعات للأندية الموسمية. تفاصيل الخبر، أكدت وزارة التعليم على منع جمع التبرعات للأندية الموسمية لأي سبب كان، مشيرة إلى مجانية التسجيل في الأندية الموسمية للطلاب والطالبات، وأن جميع الفعاليات تقدم لرواد هذه الأندية دون تمييز أو استثناء، وأنها متاحة لجميع المراحل التعليمية بمختلف الأعمار. إلى خبرنا الثالث مشاهدينا من صحيفة الحياة بعنوان حقوق الإنسان عدد القضايا انخفض باستثناء العنف ضد الطفل. في التفاصيل، كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تنامي ملاحظ في قضايا العنف ضد الأطفال خلال العام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة، ففيما انخفضت كل أنواع القضايا الأخرى بحسب تصنيفات الجمعية، فإن قضايا العنف ضد الطفل مثلت 28% من مجمل القضايا المماثلة طوال 6 سنوات مضت، لافتة إلى تنوع حالات العنف ومن بينها حالات التحرش الجنسي. مشاهدين، أكثر من مرة ذكرنا أخبار مشابهة أن في ارتفاع في حالات العنف ضد الأطفال. إن شاء الله طبعا كل هذه يعني الأخبار يكون لها صدى ووقفة طبعا في مصلحة الطفل. إلى خبرنا الرابع مشاهدينا والأخير من صحافتنا المحلية من صحيفة الشرق بعنوان التعليم تطلق فطن لحماية 5 ملايين طالب وطالبة من الانحرافات الفكرية والسلوكية. نتعرف على التفاصيل.
أقيم تحت رعاية وزير التعليم الدكتور عزام متخيل وباستضافة إدارة تعليم المنطقة الشرقية حفل تدشين البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فطن. ويهدف البرنامج إلى الحد من التأثير السلبي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا من المراهقين والشباب. هذا ويستهدف البرنامج 710 خبراء وخبيرات لتحصين 5 ملايين طالب وطالبة ضد المشكلات السلوكية ومن بينها المخدرات والانحرافات والمشكلات الفكرية كالانتماءات المشبوهة. مشاهدينا خلنا الآن نأخذكم في جولة في طبعا أبرز أخبار الصحافة العالمية. عندنا خبرين، خبرنا الأول بعنوان شركة بريطانية تمنح موظفيها إجازة أبوة لعام كامل. لتعرف على التفاصيل، أعلنت مجموعة شركات بريطانية عن تقديم إجازة أبوة لجميع موظفيها البالغ عددهم 1000 وذلك لمدة 50 عاما مدفوعة الأجر، كما ينطبق ذلك أيضا على الآباء بالتبني. وقد حددت الشركات شروط الحصول على هذه الإجازة بحيث يحصل الموظفون الذين تقل مدة خدمتهم على 2 على الإجازة بربع الراتب، بينما يحصل ذوو الخدمة التي تزيد عن 4 سنوات إلى إجازة براتب كامل. وعلق صاحب الشركات: أعتقد أنه إذا اعتنيت بموظفيك فإنهم سوف يعتنون بأعمالك. وأضاف: أنا أب والآن جد وعندي 3 أحفاد رائعين، وأعرف كيف تكون السنة الأولى من حياة الطفل وكم تحتاج إلى عناية. إذا مشاهدين عنده 50 موظف، يعني 50 تقسمت على 50 سنة، لكن يعني جميل فعلا العناية بالموظف. ما أعتقد أحد بياخذ إجازة لمدة سنة كاملة، لكنها طبعا بادرة لطيفة. إلى خبرنا الثاني مشاهدينا بعنوان فيلم نادر يوثق لحظات انطلاق طيارة مفقودة منذ 8 عقود. لتعرف على التفاصيل، أقلعت إيميليا إيرهارت من مدينة بوربانك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية سنة 1937 للقيام بجولة حول العالم بالطائرة من دون أن تفلح في مهمتها، لكن مصورا خلد انطلاقها من دون أن يعلم أحد حتى الآن بوجود فيلم قصير صور عشية هذه المغامرة. وتظهر الطيارة الشهيرة في الفيلم مبتسمة وواثقة تركب طائرتها عشية انطلاقها لبدء جولة حول العالم من الشرق، وقد فقدت في ظروف غامضة بعد 6 أسابيع على انطلاق مغامرتها فوق المحيط الهادئ. ولا يقدم الفيلم مشاهدين أي مؤشرات من شأنها حل أحد أكبر ألغاز الطيران عندما اختفت إيميليا إيرهارت ومساعدها فريد نولان من دون ترك أي أثر. طبعا مشاهدين، كان في فيلم سينمائي يتكلم عن قصة حياتها، وفعلا هي من السيدات المغامرات أو السيدات اللي قاموا طبعا بالطيران، وفعلا لغز فقدها إلى الآن طبعا ما حل، مع أن طبعا كل الأخبار كانت ترشح أنها طبعا غرقت في المحيط. ومشاهدين يعني أحيانا صدفة تسجل، شوفوا سبحان الله بعد كم سنة تعرض هذا الفيلم. مشاهدينا طبعا دائما في سيدتي أخبار ومواضيع غريبة متنوعة وتهمكم، لكن بعد الفاصل. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربيا. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، العمل التطوعي يبدأ استعداداته لشهر رمضان المبارك في العاصمة الرياض.